لانش داي لهذا اليوم سنعطي إشارة انطلاق لتسعة منصات رقمية، وفي يوم الإطلاق المقبل سنعتني أو سنعطي إشارة انطلاق لمنصات رقمية تخص الخدمات الجامعية. على سبيل المثال، في المنصات التي سنطلقها اليوم لدينا دفتر التوافق بين التكوين والتشغيل، وفي هذا الدفتر الرقمي سيستفيد منه فواعل كثيرة. الفواعل الأولى وهم طلبة الثانويات المقبلون على اجتياز شهادة البكالوريا، بحيث تعطيهم المعلومات بدقة على ما تقدمه الجامعة التي توجد فيها ثانوياتهم